أهلا بحضراتكم في مع الناس أهلا بحضراتكم في مصر الجديدة في مصر الجميلة في مصر اللي بتتشح باللون الأخضر الجميل مصر الأرض الخضراء مصر نهر النيل مصر الفلاح مصر الاراده السياسيه الحقيقيه التي تريد ان تتقدم بمصر الى المصاف الى مصاف الدول المتقدمه، تؤكد على هذا المعنى من خلال ما رايناه بالامس من افتتاح السيد الرئيس للمشروع القومي للصوبات الزراعيه للغذاء الامن. آه، آه، القياده السياسيه والاراده السياسيه في مصر تتجه الى بناء هذا الانسان، بناء هذه الشخصيه، الشخصيه التي تؤكد على الجذور الضاربه في عمق الزمن. مصر دائما اجمل بال اللون الاخضر احلي بما تنتجه كان دايما في التاريخ يقولوا ان مصر هي سله الغلال لهذا العالم مصر دايما كانت تنتج يعني لو عدنا بالتاريخ وعدنا بالذاكره ليس ببعيد ولكن بقريب ايضا يعني مصر كانت تنتج هذه المنتجات الزراعيه التي تتسم او تمتاز مصر بميزه نسبيه كما يقول علماء الاقتصاد بزراعتها في مصر القمح المصري قطن طويل التيله المنتجات الفواكه المصريه لما الاراده السياسيه تصر على ان تقدم للمواطن المصري والانسان العالمي هذا الطعام الامن او هذه الزراعات الامنه احنا بنقول دايما الاورجانيك حقيقي لما نشوف منظر الصوبات الزراعية ونشوف يعني دول عالمية بتتابع هذا الحدث العالمي بنتأكد أن مصر طلع لقدام مصر بكرة أجمل مصر بكرة أحلى يعني السيد الرئيس افتتح بالأمس المشروع القومي للصوب الزراعية والذي في مدينة العاشر من رمضان بيتضمن 7100 صوبة زراعية طبعا والقادم أجمل وأحلى وأكبر ودايما حتى وإحنا بنتوقف عند هذه المشاهد المهمة جدا 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 بنقول كنا بالأمس القريب نقول الأمل ولازم يبقى في عمل دلوقت الأمل يتوازى مع العمل والعمل بيحقق ما في الحلم ويحقق ما كنا نتأمله جيدا اسمحوا لي في الـ الفقره الاولى في هذه الليله استضيف سياده النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه والري والامن الغذائي بالبرلمان المصري والاستاذ محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين لنناقش معه هذا المشهد الرائق الجميل جدا في الفقره الثانيه وتؤكد الفقره الثانيه هو اتحاد الارادات الاراده السياسيه مع الاراده الشعبيه لما كله يصب في النهايه في هدف مهم جدا مشروع التغذيه اصنع غذائك بنفسك هنتكلم مع او سنحاور المهندس محمود عبد العزيز مهندس زراعي حول هذه الفكره اصنع غذائك بنفسك بنفسك لابد وان نعمل يعمل الكل في صالح هذا البلد الامين نخرج الى هذه القراءه السريعه للعناوين الاخباريه ثم نعود اليكم ابقوا معنا دائما. القضاء على خليه ارهابيه في تبادل اطلاق النار مع الشرطه بالعريش وزيره الصحه واحد مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق حملة مئة مليون صحة محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان عمومية نقيب الصيادلة الأزهر والإفتاء ينعيان ضحايا تسونامي بإندونيسيا رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا لوضع حوافز للإسراع بتنمية سيناء البرلمان يوافق على قانون رعاية المبتكرين والنوابغ نهائيا. القوات المسلحة تنفذ مشروعات ب198 مليار جنيه في سيناء. طقس الغد معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، والصغرى بالقاهرة 12. أهلا بحضراتكم. بداية أخبارنا من مجلس الوزراء حيث أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق أول خريطة للقطاع الصناعي تشمل أكثر من 4900 فرصة كما أعلن عن افتتاح 3114 مصنعا بإجمالي تكاليف استثمارية 73.7 مليار جنيه وزيادة معدل النمو الصناعي وخفض البطالة ل 8.4% في 2022 جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الخامس لمؤسسه اخبار اليوم والذي جاء تحت عنوان التصنيع طريق المستقبل بمشاركه عدد من الوزراء ورجال الاعمال والخبراء اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان تحرير سعر الكهرباء بعد رفع الدعم في 2021 المواطن سيختار السعر الاقل للكيلو وط. ساعة بجانب السماح للمستثمرين بالتجارة في الطاقة تحت رقابة الدولة وتحديث استراتيجية القطاع كل ثلاث سنوات يعني لتفاصيل أكثر معي عبر الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء دكتور أهلا بحضرتك أهلا بيك يا أهلا بك يعني مع مزيد من التفاصيل لأن المشاهدين بيبقوا عايزين أكثر تفصيلا وتوضيح لهذا الخبر ما, الم... ما التفاصيل الذي يحتوي أو خلف هذا الخبر دكتور أيمن بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي ان يعني اوضح حاجة في البداية تبدأ. ان يعني ما تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي في 12/6/2018 <applause> <applause> هو ده الأساس لكل خطة الوزارة في موضوع أسعار الكهرباء وتحريكها وخطة هيكلة الأسعار مرة أخرى <applause> بمعنى تاني ان يمكن الوزير في هذا المؤتمر ودائما وابدا في كل المؤتمرات اللي بعد هو كان بيوضح بعض النقاط اسمح لي ان احنا ناكد عليه اتفضل يا فندم اول حاجه ان هناك مراعاه كبيره جدا ل يعني محدود الدخل او الشرائح المختلفة آه من مستويات الدخل اه فئات اللي هي الفئات بالذات اللي هي قليلة الاستهلاك آه وان هناك خطة م. واضحة في هيكلة الاسعار او 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 تحريك الاسعار آه من 2014 على على الثمان سنوات اللي تالت ذلك آه وكان هدفها هو اول حاجه استدامه تلبية التغذيه الكهربائيه كل الاحتياجات اللي موجوده مع مراعاه البعد الاجتماعي ونقصد بيها ان حتى بنهايه الخطه ديت في العام المالي 2021 2022 اللي هي وقتها سيتم رفع الدعم من على كاهل الدوله هيظل هناك دعم تبادلي ما بين الكثيفه الاستخدام وقليله الاستخدام ده في عام 2021 اللي هو اه العام آه المالي آه 21 آه 22 ايوه كويس؟ آه آه ده اللي هو اللي ان شاء الله يبقى هو دوت اللي هو اخر سنه آه في في موضوع آه رفع الدعم من على كاهل الدوله. ايوه هيظل آه آه هناك آه 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 زي وزي ما قلت حالة دعم تبادلي ما بين آه كثيف الاستهلاك ومحدود هو الاستهلاك يتم رفع اه ها. يتم رفع يتم رفع السعر عليهم آه يعني يعني شويه زياده كده بحيث ان هو الزياده دي يتم توجيهها لتدعيم اللي هم الايه؟ قليل الاستهلاك <applause> وهيبقى وهيبقى بعيد عن كاهل الدوله خالص. ده ده اول شيء، الشيء الثاني ان ان اي تحريك للاسعار ما فيش ما فيش تحريك اسعار قبل واحد سبعة من كل عام. كويس؟ وما اي وضع الاليات جديده او اليات مختلفه عن تم الاعلان عنها الا الوزير بيبقى حريص جدا ان يعني الكلام ده كله في المؤتمر الصحفي و بمنتهى المصداقيه يعني الدقية لضمان الشفافيه اه وكمان في حاجه تانية آه. ان هو يوضح كل الحيثيات وال وال والموضوع كله يتحط في قالبه الصحيح تمام. علشان ما يحصلش تاويل بغير صحيح للكلام اللي هو بي بيتكلم عنها. <applause> ف... ف... وعلى هذا الاساس هو دوت ال... ال... يعني... م... م... يعني من ساعه من يوم اللي هو من من اخر تحريك الأسعار اللي هو بدايه من 1/7/2018 لم لم يطرا جديد بالنسبه للاسعار وده وده يعني يعني بس هي انا اشرح حضرتك ان هي دي تعتبر رساله طمانه للناس ان هو ما فيش اي تحريك للاسعار، ما فيش اي جديد، ما اي حاجه خاصه يعني خاصة بالأسعار متصلة ب. كل يعني بالذات كمان اللي هي الـ شرائح الـ الدخل اللي, اللي, اللي عايزين يطمنوا يعني ايه يطمنوا ايه اللي بيحصل في الاسعار وحضرتك بعثت رساله طمانه وبشكرك لان دي نقاط مهمه جدا كان يجب ان احنا نوضحها ووضحناها عبر شاشه قناه الناس بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والى مجلس النواب حيث وافق خلال الجلسه العامه اليوم على عدد من القوانين التي تتطلب اغلبيه الثلثين بالتصويت منها الموافقة على قانون رعاية المبتكرين وقانون 196 لسنة 2008 بالتعديل على قانون الضرائب العقارية ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم تمكن قطاع الامن الوطني من رصد بؤره ارهابيه كانت تخطط لتنفيذ سلسله من العمليات الارهابيه ضد المنشات المهمه والحيويه ورجال القوات المسلحه والشرطه باحدى المناطق النائيه بمدينه العريش بمداهمه تلك البؤره حدث اشتباك باطلاق النيران بين العناصر مع العناصر الارهابيه لبضعه ساعات، مما اسفر عن مصرع ثمانيه من العناصر الارهابيه ومحاوله مجموعه اخرى الفرار من مكان المواجهه، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب، وفي تبادل اطلاق النيران لقيت تلك المجموعه وعددهم سته عناصر ارهابيه مصرعهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الاسلحه الناريه والذخائر والعبوات الناسفه. هاتفيا معي الاستاذ فتحي ابو سليمان المحرر الامني بموقع مصراوي. يعني هذا المشهد الذي دائما تتعاون فيه وتتضافر فيه قوات الشرطه مع الجيش المصري وتحيه اعزاز وتقدير لرجال الشرطه وللجيش المصري. يعني مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وما قامت به قطاع او ما قام به قطاع الامن الوطني اليوم. مساء الخير يا استاذ حسن على حضرتك ومساء الخير على جميع الساده المشاهدين خلينا اقول لحضرتك ان قطاع الامن الوطني ينفذ عمليات رصد وعمليات رصد معلوماتي استباقي لجميع الخلايا الارهابيه الفاره من الملاحقات الامنيه خلال الفتره السابقه الرصد المعلوماتي ده اسفر خلال الايام اللي فاتت دي عن التوصل الى بؤره ارهابيه كانت تخطط لتنفيذ سلسله من العمليات ضد الجيش والشرطه ومؤسسات الدوله والشخصيات الهامه والعامه والشخصيات الامنيه ده كان اول امس في منطقه العريش وتحرك ضباط الامن الوطني والقوات للقبض على تلك البؤره والخلايا وتبادر عناصرها اطلاق النيران على رجال الشرطه وتم تبادل اطلاق النيران معهم في اثناء تبادل اطلاق النيران لقي ثمانيه اشخاص من الارهابيين مصرعهم وفر ستة تانيين القوات لحقتهم في المناطق الجبلية النائية بالعريش وتمكنت من قطع طريق الهروب عليهم ولقوا مصرعهم جميعا وعثرت على بنادق آلية وأسلحة وزخائر بحوزة جميع العناصر الإرهابية كمان كان من كام يوم عناصر الأمن الوطني وقوات الأمن الوطني تمكنت من رصد خلايا إرهابية في مناطق السلام والمنيب والوحات وتمكنت من القبض على أربعة ولقي ستة مصراعهم اثناء تبادل اطلاق النيران وتم العثور معهم وبحوزتهم على قنابل ومواد متفجره واسلحه وذخيره، كل ده بياتي في اطار خطه وزاره الداخليه بتشديد الرقابه الامنيه وتامين الاحتفالات اعياد رأس السنه واعياد الميلاد <applause> وتشديد القبضه الامنيه بمختلف ربوع الجمهوريه وعلى جميع المناطق من الشرق والغرب والشمال والجنوب والقوات الامنيه منتشره تجمع معلومات وقطاع الامن الوطني يرصد جميع التحركات والاشتباهات الامنيه ويقوم برفع تقارير دوريه على جميع التحركات الارهابيه ويتم القبض على الخلايا الارهابيه ومدعمتها ايا ما كانت في اي مكان. تحيه اعزاز وتقدير لقطاع الامن الوطني ولرجال الشرطه المصريه. بشكر الاستاذ فتحي ابو سليمان المحرر الامني بموقع مصراوي. أول باحدى المدارس الثانويه الفنيه خيط للمحاكمه العاجله. وذلك لقيامه بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بعدد من طالبات الصف الاول الثانوي باحدى المدارس الثانويه الفنيه بشبراخيت وكانت النيابه الاداريه قد تلقت بلاغ مديريه التربيه والتعليم بالبحيره بشان ما تضمنته مذكره مدير احدى المدارس الثانويه الفنيه بشبراخيت ضد المتهم حيال قيامه بانتهاكات جنسيه في حق عدد من طالبات المدرسه قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطراب الإعدام شنقا للداعشي حسن زكريا المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته مع نظر أولى الجلسات في السابع عشر من أبريل الماضي تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم وعقب الجلسة اعترف المتهم أمام المحكمة بقتله للمجني عليه داخل عيادته ولم ينكر التهمة وفي الجلسة السادسة قدمت النيابة تقرير طبي يفيد أن المتهم لا يعاني من أي مرض عقلي ووجهت النيابه العامه للمتهم مجموعه من التهم اولها القتل العمد وحيازه سلاح ابيض والانضمام لجماعه اسست على خلاف احكام القانون تنظيم داعش الارهابي. معي هاتفيا الاستاذ ابراهيم قاسم رئيس القسم القضائي باليوم السابع. استاذ ابراهيم اهلا بك. اهلا ومرحبا بحضرتك يعني مع تفاصيل هذا المشهد نريد ان تعطينا بعض التفاصيل. وطبعا بالنسبه لقضيه الداعشي حسن زكريا المتهم بقتل طبيب الساحل كان في بدايه عام 2018 يعني قام المتهم الذي يحمل افكارا يعني تكفيريه واسست على خلاف احكام القانون واعتنق افكار تنظيم داعش مما دفعه الى القيام بتوجه الى احد الاطباء الاقباط الذين يعملون في منطقه الساحل ويقوم بطعنه داخل العيادة وعندما حاولت يعني الممرضة الامساك به الامساك به قام بطعنها ايضا وشروع في قتلها وعندما حاول ايضا الاهالي الامساك به قام بطعن احد المواطنين في بطنه و هذه التهم كانت كفيله الى يعني قياده هذا المتهم الى حبل المشنقه وبالفعل يعني اطمأنت المحكمه وايقن في وجدانها بان المتهم ارتكب افعالا يعاقب عليها قانون العقوبات بالاعدام وبالفعل في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمه الجنايات بحاله المتهم بفضيله المفتي لاخذ رايه الشرعي وبالفعل وصل للطب وصل تقرير المفتي يوم 23 وهي يوم الجلسه يعني واطلعت عليه المحكمه واكدت بان يعني لا مانع في اعدام المتهم شنقا ويصبح هذا الحكم يعني هو حكما من اصدرته المحكمه في نهايه الجلسه باعدام المتهم شنقا يبقى امام المتهم فقط يعني درجه واحده للتقاضي والطعن على هذا الحكم امام محكمه النقد التي ستنظر القضيه نظره موضوعيه وفي حاله اذا ما اصدرت حكما نهائيا باعدامه فيكون هذا الحكم حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن اما في حاله قبول طعنه سيتم إعادة محاكمته مرة أخرى ده بالنسبة لطبيب الساحل وقاتل طبيب الساحل أما بالنسبة للقضية الأخرى التي كانت تحقق فيها نيابة النيابة الإدارية كان هناك مدرس في البحيره وبالتحديد في منطقه شبرخيت آه. يعني احدى المدارس الثانويه كان هذا المدرس يقوم بعمل بالتحرش بالطالبات وارغامهم على افعال يعني يعاقب عليها القانون وكشفت التحقيقات ان المتهم قام بالفعل بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات بتعمد ملامسه جسدهم والتحرش جنسيا بهم بالاضافه الى محاوله يعني أه واحيل الى واحيل الى المحاكمه العاجله يعني امرت النيابه الاداريه بحالتي الى المحاكمه العاجله المحاكمه التاديبيه هذا آه الشق يختص فقط بالمحاكمه التاديبيه فيما يخص وقف هذا المدرس آه وفصله نهائيا من عمليه التدريس اما بالنسبه للشق الجنائي فما زالت النيابه العامه تحقق في هذا الامر ولم يتم حالته الى المحكمه بتهم طبعا هتك العرض والتحرش داخل يعني مؤسسه تعليميه وهي مدرسه ثانويه فنيه بشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم قاسم رئيس القسم القضائي باليوم السابع تكثف الاجهزه الامنيه استعداداتها لتامين الاعياد والاحتفالات بعياد الميلاد نتابع تلك الاستعدادات من خلال هذا التقرير كل عام وانتم بخير عاشت مصر آمنة تحيا مصر دائما، وإلى حالة الطقس حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافع على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا. ولتفاصيل اكثر عن حاله الطقس معي عبر الهاتف دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا بحضراتكم استاذ المشاهدين. وسعداء بهذا الاتصال ونريد ان نطمئن الساده المشاهدين على حاله الطقس غدا. يعني احنا ان شاء الله بالنسبه لدرجات الحراره بنقدر نقول ان الطقس غدا معتدل في النهار على كافه الانحاء ولكنه بيبقى شديد البروده ايضا على كافه الانحاء في الليل يعني من بعد الساعه الخامسه مساء حتى حتى الثامنه صباحا ثاني يوم بتبقى الجو شديد البروده شبوره مائيه في الصباح الباكر على شمال البلاد خاصه الطرق قريبه من مساحات المياه والمزروعات في امطار خفيفه على اقصى الساحل الشمالي الشرقي ناحيه بورسعيد والعريش امطار غير مؤثره نهائيا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه والى محافظه السويس حيث افتتح قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس اعمال تطوير مدرسه التوفيق للصم وضعاف السمع بمنطقه التوفيقيه والتي قامت قياده الجيش الثالث الميداني بتطويرها وياتي ذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن مشاركتها في تطوير عدد من المدارس الاخرى بمراحل التعليم المختلفه لتوفير مستوى تعليمي لائق لذوي الاحتياجات الخاصه من الصم وضعاف السمع بمراحل التعليم الاعدادي والثانوي لتقديم فرص تعليم مناسبه لهم ليصبحوا عناصر فاعله ومؤثره ومنتجه في المجتمع بما يسهم في تحقيق التنميه البشريه والمجتمعيه. ومن السويس الى محافظه الشرقيه حيث نتابع قصه شاب اسمه حماده جاء من الصعيد الى الشرقيه بصندوق مسح اعذيه بحثا عن رزق حلال بالشرقيه نتابع هذا التقرير. اسمك ايه؟ اسمه حمد. حماده 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 ده اسمك ولا اسم الدلع لا اسم حماده اسمك حماده يعني انت منين اصلا من الصعيد وفي الصعيد مسمين حماده ايه. يا راجل حماده ايه طيب حماده بطل بطل ده اسم انت منين من الصعيد طيب اه؟ من انت الصعيد حافظة المنيا؟ اه من ملاوي يعني من ملاوي، جاي بتشتغل في العاشر؟ اه عاشر رمضان بقالك قد اه. ايه؟ بقالي النهارده سنة سنة؟ ده انت لسه يعني زي ما بيقولوا بشوكه يعني ايوه جديد اه وش معنى اخترت العاشر بقى تيجي تشتغل فيها اه قلنا نجرب هنا اكل عيش تجرب اكل عيش اكل عيش تجريره ولا في اي حته في مصر يعني ايوه آه، تمام لك قرايب هنا في العاشر لا يعني انت جيت منك لنفسك كده لا جيت مرتي قاعده هنا في وسط أصل... في وسط اه والمهم جت شقه في مساكن عصمان في الحي ال 14 اه يعني هو جيت هنا جبت عزاله من الصعيد وقعدت هنا اجرت شقه يعني انت انا ومرت يعني انت خطبت مرتك دي في الصعيد ولا هنا؟ انا متجوز من الصعيد اساسا متجوز في الصعيد وهي اهلها هم اللي كانوا قاعدين أهل... اهلها قاعدين هنا بس آه. اساسهم قاعدين في الصعيد في الصعيد عندنا اه وانت عندك عيال قد ايه بقى؟ معايا بنت عندها خمس سنين مريم وبنت اسمها ذهب عندها سنه وثلاث مريم وذهب ابو البنات يعني رزقهم واسع ولا آه الدنيا ماشيه؟ انت اليوم بتشتغل بتبتدي امتى يا يا حماده؟ من الشجعة؟ بتبتدي تشتغل بتطلع الصبح امتى؟ الساعة 7 الصبح 7 الصبح و ايه بقى اللي بتجهز عدتك دي ازاي ولا بت... ما يجيب الورنيف والصبغه لما بيخلصوه ما يجيب الورنيش والصبغه واحطها في الصندوق وما اه الصندوق السن... والصبغه دول بتشتريها من حته معينه ايوه الورنيش والصبغه مش لما ما يجيبهم من الصعيد من الصعيد ايوه في الصعيد رخيص عن هنا والله. والله يعني بت... دي الخامات بتاعتك اللي انت بتشتغل أيوة بيها ايوه الصبغه والورنيش طب وفوق. بس حسب أو... العده اللي فيه ايه اهم عده انت بت... يعني أم... ايه اهم حاجه بتجيبها وانت بت... الفرش اهم حاجه والورنيش والصبغه بس الفرشه بيبقى ليها مواصفات معينه ايوه فرشه بني الفرشه الفرشه ليها مواصفات معينه ايوه واحده سواده واحدة بني لا الفرشه نفسها خامه الفرشه بيبقى أيوة ليها شعر طمر شعر ايه؟ شعر جايب جايبينه من شعر ده. خيل يعني شعر خيل شعر خيل ايوه آه. ده قال لي حاجه ده اللي النهارده 10 سنين معايا لازم الفرشه تبقى ناعمه بقى ايوه زي لا زي كده بتيجي اعلى من كده بس الطوطه مع الشغل الطوطه لما بتيجي تشتريها بقى بتبقى بت... عاليه تبقى عاليه ايوه تبقى عاليه وملمسها بالنسبه لك لازم يبقى ناعم كده ايوه بس مع الشغل مع الشغل كل يوم يعني العده دي عد عمرها الافتراضي بيبقى قد ايه؟ دي؟ اه دي الفرشه على حسب ما ممكن تقعد له 10 سنين 15 سنه ده ممكن تدوب نعم لا انت ربنا يديك الصحه يعني انت ممكن بعد 10 سنين تفضل شغال بنفس العده دي؟ ايوه عادي تمام عايش. دهب بقى ومريم في سنه كام؟ مريم مريم هنا في بس قاعده مع واحده في شقه يعني مش بتتعلم بتتعلمهم اه بتاخد لهم فلوس عشان هم شغاله في مصنع مره ثانيه شغاله في مصنع اه شغاله في مرتك. مصنع ايه بقى مرتين؟ مصنع سينا شوكولاته الشوكولاته؟ بتجيب لكم الشوكولاته دي ولا ما بتجيبلكوش؟ حتى الشركه ما بتديهاش؟ لا بتعمل كام يوم كام جنيه تقريبا في اليوم يعني؟ على حسب ده رزق بتاع ربنا يوم يوم فيه ويوم ما فيش على حسب مثلا لما يبقى فيه يبقى عامل كام تقريبا؟ تقريبا في الميه تخلص 60 70 100 60 او 70 جنيه أوه. في اليوم تقريبا ده كده ده مشروع فل الفل ده <applause> صح انت انت على طول بتضحك كده يا حماده عمليطة. ايه عمليطة يعني. ولما الرزق يبقى قليل يبقى قد ايه تقريبا مثلا 40 جنيه 30 جنيه بس احنا عايشين برضه يعني بنعيش على قدنا يعني بنعيش على قدنا بس يوم يوم كده يوم كده بنزبر امورنا يعني طبعا مراتك تقريبا بتشتغل بقد ايه يا حماده 1300 وانت تقريبا كده برضو عامل لك 3000 مثلا ولا 2000 برضو في الشهر ايوه انا اخش لي مثلا 1000 ونص 1000 وحاجه الشقه اللي بتاعتنا مساكن عثمان دي انتم مأجرينها يعني ايوه ما تجيني شقه 500 جنيه 500 جنيه والدنيا ماشيه وزي الفل ايوه الحمد لله تحية لكل من يعمل لكي يعيش في هذه الحياة والآن أترككم مع فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء من خلالها عن جهود وزاره الاسكان في تطوير المناطق غير الامنه. نتابع هذا الفيديو ونخرج الى فاصل ومن بعده نبدا اولى فقراتنا الحواريه ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم. في واقع الامر لابد لكل مصري ان يكون سعيدا وبالمعنى البسيط فرحان بكل حاجة بتحصل على أرض مصر دلوقتي بمنجز حقيقي بأرض بتتحول إلى اللون الأخضر اللون الطبيعي المصري هو اللون الطبيعي المصري هو اللون الأخضر الفلاح المصري الأصيل الأرض الزراعية المنتج الزراعي مصر الخضرة امبارح وانا بنشوف السيد الرئيس هو بيفتتح الصوبات الزراعية للغذاء الآمن وده كله بيصب في النهاية في تكوين شخصية سليمة صحيا ونفسيا وعقليا كل ده بيصب في بناء هذا الانسان الشركه الوطنيه للصناعات الصناعات الزراعيه المحميه او صناعات المحميه او للزراعات المحميه يعني خلينا نقف عند هذا المعنى الشركه الوطنيه للزراعات المحميه التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه نفذت هذا المشروع مشروعات كثيره مرتبطه بانتاج الغذاء الامن اللي هو بنكتفي به ذاتيا وبعدين بنصدر للعالم من بعده خلوني وناقش هذا المشهد البديع هذا المشهد الجميل اللي دايما بنقول لا ده مصر طلع لقدام قوي ومصر اللي جايه احلى واجمل واروع خليني ارحب بسياده النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه والري والامن الغذائي بالبرلمان انا بحضرتك ست النائب أهلاً والاستاذ محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين انا بحضرتك. بحضرتك اهلا بحضرتك يعني خلونا اتابع حضرتك التحاضر مع سياده الرئيس البارح ست النائب يعني كنت شايف المشهد ازاي؟ وال يعني العالم كان موجود وبيتابع وبيشوف خبراء من كل بلاد العالم بيتابعوا هذا الحدث وهذا المشهد. بس أنا عاوز أقول لحضرتك في هذا الفرح الجلل اللي بتحتفل بيه مصر الفرح آه آه دايماً نحط الفرح, آه 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 الفرح الفرح طبعًا حقيقي. حقيقي طبعاً و ومش نكره إلا حاقد أو أو جاحد أشكر طبعاً قوات مسلحة بصفة عامة وبشكر آه صوب الزراعية بصفة خاصة وعلى رأسها اللواء محمد عبد الحي الراجل اللي خد أرض جرداء صحراء ما كانش فيها زرع ولا ماء وتكونت الشركة سنة 2016 بقرار من السيد رئيس الجمهورية من سنتين اه من سنتين م. وبدأ العمل الفعلي في هذه الشركة وكانوا بسبب الزمن كان يعني 1000 صوبة 100000 صوبة المستهدف 100000 صوبة 100000 صوبة طبعا وكان طبعا يعني حلم بيراود الشعب المصري وبيراود طبعا الشركه الوطنيه للصوب الزراعيه ان هي ازاي هتنتهي من هذا الامر وهيبقى عندنا انتاج في غضون يعني سنين قليله او شهور قليله بدات بافتتاح محمد فريد في اسكندريه وامبارح بالامس كان في العاشر من رمضان. طبعا لما السيد رئيس تحدث بالامس على هذه الشركه وتكلم على موضوع الانتاج. انتاج والرئيس تحدد وتحدث تحديدا قال انا مش هصدر اي حاجه خارج مصر الا لما اكتفي ذاتيا من محاصيل الخضر الفاكهه. انا بنأكد على كلمه آه أكد, يعني اكد عليه السيد يعني الرئيس, الرئيس طبعا الاكتفاء الذاتي لانه بيهمه آه الشخصيه المصريه. اه طبعا قال انا مش هصدر اي حاجه الا لما نكتفي ذاتيا في الاسواق المصريه وحتى تحدث السيد الرئيس وقال انا كنا بنسمع على المنتج الاورجانيك اتحدث آه. هو صدر رئيس هذا الكلام وقال ان كان بيجيبوه عائلة القوم من السوبر ماركت او من الهيبرات ولكن بوعد الشعب المصري ان الارجانيك والخضر والفاكهه هتكون في الاسواق الشعبيه وهتكون في كلها اورجانيك آه, اه كلها اورجانيك وكان وعد السيد رئيس في تحسيس بهذا الامر بالامس آه طبعا لما ننتقل الى الحدث آه آه ماذا تعني الصوف الزراعيه ماذا تعني للشعب المصري اولا توفير خليني خليني اقف عند نقطه وجميل شوف لما الغذاء الاورجانيك كله يبقى في هو اللي في السوق ومبادره سيد الرئيس بتاع 100 مليون صحه يعني شفاء وبنيان جسد اه طبعا آآ آه آآ آآ يعني آآ يعني عمليه حقيقيه لبناء هذا الانسان المصري لما نتحدث في هذا الامر يعني ايه العظمه عظمه المصريين في ان هم يلتفوا حول رئيسهم و والشعب المصري يلتف حول رئيسه ان هو الرئيس الذي يعمل بجد ليل واصل ليل والنهار في ان هو يوفر الغذاء الامن الى الشعب المصري ويصدر الى الخارج ويجيب عمله صعبه من الخارج لداخل الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الزراعي اللي بيقوم عليه التجاره والصناعه وخلافه ولكن الاستفاده اولا سبعين الف شاب هيشتغلوا في هذه الصوب من الصبح سبعين الف شاب مرحله اولى لما تنتهي ال الف صوبه مئتين الف شاب هيكون شغالين يعني الكلام ده طبعا ليه مردود على الشباب ان احنا بنقول الشباب ان الشباب هيشتغل ومرتبات مجزيه اللي وكل انواع العمل موجوده من الميكانيكي للمهندس للطبيب لان هيعملوا مستشفى التكامل, التكامل التكامل كامل يعني كامل. كل الفئات اللي المفترض تبقى موجوده يعني بقى آه. على الاقتصاد بقى نتكلم طبعاً. بقى على الاقتصاد منظومه كامله, آه منظومة كاملة. ايوه دي إنها هيكون اول آآ آآ صوب او الصوب الزراعيه الاولى على العالم في انتاج الخضر والفاكهه هتبقى الاولى على العالم في انتاج خضر والفاكهة اللي هي منها احنا ما عندناش ما عندناش طبعا هم شركتين شركه اسبانيه وشركه صينيه التي تعمل في هذا المشروع واللي تحدث عنه السيد الرئيس امبارح بالامس قال او بنوعد ان الشركات المصريه هي التي هتبني مصر بعد ذلك وهم خدوا من هاتين الشركتين وهيبدا التصنيع للصوب من شركات مصريه للعمل في ان احنا احنا كمصريين مصر تستطيع اه مصر تستطيع طبعا. تستطيع بشبابها وفنيينها ورجالها ان هي تستطيع بالفعل ان هي تنشأ هذه الصوب بأيادي مصريه وبالفعل كان في صوب موجوده عينات موجوده في داخل الصوب الإسبانيه او الصينيه وكانت يعني تتحداهم في التصنيع وتتحداهم في العمل ودي اللي كنا فرحانين بيه المردود طبعا الاقتصاد ان انا هصدر الى الخارج الفائض الفائض من السوق المحلي ده هيكون له اثر كبير. وجميل يعني انك بتؤكد على الفائض. طبعا آه. في حاجه ثانيه آه آه ان احنا ما بننتجش بذور الخضر في مصر بنستوردها دايما من الخارج ولكن كان في ايه اللي هيحصل بقى؟ اه كان في امبارح إيه؟ جديد ان الشركه الوطنيه آه للزراعات المحميه هتنتج آه آه هذه الخضر في مصر وهنصدر منها الى الخارج وخاصه الى افريقيا اللي طبعا آه يعني هيكون في سوق آه افريقيه مشتركه اللي هيكون رئيس الاتحاد الافريقي السيد رئيس الفتاح وتسعة 2019 فدي طبعا التكامل بين الدول الافريقيه احنا كنا متجهين الى الشمال دايما ولكن النهارده بنتجه الى الجنوب عشان القاره الافريقيه عودة مصر طبعا الى الى آه مكانتها الطبيعيه والى الرئيس دورها الحقيقي طبعا القياده والرياده اه له رؤيه آه آه وفلسفه في إفريقيا, في, أفريقيا في افريقيا ان ننهض بافريقيا والتكامل الافريقي الافريقي هو الذي ينهض بالاقتصاد المصري النهارده بنقول في الصوب الزراعيه دي وانا طبعا ليا فرحتين الفرحه الاولى ان انا بصفه عامه ان الصوب دي بتخدم كل المصريين وبصفه خاصه ان مشروع الصوب الموجود 36000 فدان في محافظه الشرقيه وانا نائب من محافظه الشرقيه فكان ليا فرحه اخرى يعني انا فرحان فرحتين 7100 صوبه اه طبعا ف انما ما تشوف على 34 في الف فدان طبعا تيجي تبص وتشوف يعني الفرز وازاي بنفرز في هذه المنتج اللي بيطلع والالات اللي بتفرز والتكنولوجيا الحديثه شفنا امبارح والتعبئه والتغليف تتابع المراحل وازاي نقدر ان ننزل المنتج بصوره يعني والسيد الرئيس تحدث قال هذا المنتج بهذا التغليف هذا الصوره هو اللي هينزل للمواطن وخاصه حدود الدخل والسيد الرئيس اكد على محدود الدخل ان انا انتوا تعبتوا كتير قبل كده واستحملتوني كتير ولكن القادم احسن القادم لاولادنا القادم لاحفادنا ان احنا عم نبني مصر فاحنا حاليا في مرحله بناء النهارده طبعا الزراعه المصريه و النخل وتحدث على التمور والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واكبر مزرعة, أكبر مزرعه في العالم, في العالم سوف تكون في في مصر, مصر. ف ده طبعا بيخلي المصريين فرحانين، بيخلي المصريين فرحانين برئيسهم، فرحين بدولتهم، فرحانين بجيشهم، بشرطتهم، كلنا كمصريين بنقول طبعا تحيه اجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد السيسي على هذا العمل الكبير. يعني خلينا اروح للاستاذ محمد فرج، يعني واشوف فرحته واشوف ازاي كان بيتابع عبر الشاشات هذا الم... هذه المشاهد المهمه جدا جدا اللي هيسجلها التاريخ في ذاكرته الضوئيه وبحروف من نور. الأول بسم الله الرحمن الرحيم أنا بتقدم لرقم واحد شاب مصر كله بالتهنئة عن مشروع القومي الحقيقي للزراعة المصرية وهو مشروع الصور التهنئة الثانية لإخواتنا الأقباط اللي داخلين على العيد طبعا الميلاد المجيد بتاع. كل سنة وكلنا طيبين لأن آه. مصر كلها طيبة طبعا آه أنا طبعا مش هعيد لكلام سيادة النائب قاله لا أنا ليا نظرة بسيطة النهاردة ما بنتكلم في 7100 صوبة بإجمالي مساحة أربعة 34000 ألف فدان أما نشوف الإنتاجية اللي معالي الرئيس اتكلم فيها و... آه والشركة الوطنية أعلنت حجم الإنتاج اللي طالع من دول م. يضاهي أيوة أربع أضعاف أو خمس أضعاف الفدان الواحد في الارض الطبيعيه دي اللي اسمها الانتاجيه ده اسمها زياده انتاج وجوده منتج بالظبط كده انتاجيه يعني الشركه الوطنيه للزراعات المحميه التابعه لجهاز الخدمه الوطني للقوات المسلحه تحيه اعزاز وتقدير لكل ما تقدمه إذن في لتقديم هذا المنجز اذا اما بتكلم اقول 34 الف فدان اضرب في اربعه او في خمسه يديني اجمالي الفدادين اللي دخلت الخدمه ده بعمليه اقتصاديه بسيطه عشان ده الارقام بقى نخش في في, حسبة الارقام ايوه لغه الارقام انا بتكلم كصفه فلاح احنا العرف بتاعنا في الفلاحين لما فلاح بيزرع محصوله بيجيب انتاجيه عليه كل جيرانه وكل اخواته اللي حواليه بيقلدوه دي التطوير اللي انا بقى لازم اتعلمه انا كفلاح اذا التكنولوجيا ده انا هتعلم منها وده اللي احنا بنناشد من زمان وزاره الزراعه تقوم بيه ان ادونا التقنيات الحديثه واحنا هنشتغل واحنا هنشتغل، احنا مش هنقل باذن الله كفاءه عن الشركه الوطنيه اللي هم ابنائنا اساسا اللي فيها وقاموا عليه والفكر اللي احنا كلنا سعداء بيه والفرح اللي داخل علينا ان احنا بننهي عام 2018 بكل ما فيه بنهايه حقيقيه مشروع قوم حقيقي بيحقق امن غذائي للشعب المصري في المرتبه الاولى في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة إلى إن إن أنا بقول لحضرتك أما أضرب الرقم اللي أنا قلته 34,000 في ألف دخلنا حوالي في مليون وي فدان دخلوا وإحنا مش حاسين بالحاجة البسيطة اللي اتعملت بدون ضجيج ومش معمول لها يعني الإيه؟ احنا بنتمنى الاعلام يديها ويدرسها من الناحيه الاقتصاديه صحيح ويبرز دورها ده الحقيقي لا ونقدم تجربتنا ما احنا هنكون اصحاب تجربه حقيقيه هنصدرها للعالم والعالم هي يعني خط هيذكرها خط جيدا في يوم تبال حضرتك القصه مش واقفه على الانتاج وجوده المنتج بس امال واقفه على ايه كمان لا ده, ده اضاف لي ضيفها مقا... قيمه مضافة, مضافه للمحصول ان النهارده بقى امن صحيه وده اللي بندور عليه كتير اقل كميه ميه زراعة اكبر مساحه ادتني زياده انتاج وجوده منتج آه. العمليه عمليه مش عمليه كلمتين قلنا مشروع قوم ووقفنا لا ده لها ابعاد كبيره قوي وانا اعرف ان في شركات مصريه شغاله هنا يمكن بجوارنا هنا في مطار غرب القاهره آه برضو بالصوب الزراعيه والسيد الرئيس راح تقريبا تحديدا من ثلاث شهور زارها كده على السريع برضو عشان نشوف العمل هناك شكله ايه ويشجع الدنيا هناك لان فيه ان شاء الله في 2019 فيه افتتاح برضه تبعات الميدانيه دي مهمه جدا طبعا جداً. آه. آه ودي اللي مخليانا احنا آه مهما في اعباء بتيجي علينا بس احنا شايفين بكره احلى مهما جه اعباء طبعًا. حاليا احنا طبعًا. موضوع تبعات البناء آه سعداء به. والبناء سعداء لان شايفين ان فيه تنميه حقيقيه بتحصل في مصر ما احناش ما احناش بعيد عن الساحه وما احناش ما احنش مت... يعني رؤيتنا ش... حاسين ان في راحه جايه طيب يعني بعد ما شفنا النتائج الحقيقيه وهذه الب... البوادر نتائج الأعمال المهمة جدا وعملية البناء اللي بتقوم في مصر يعني لا ده احنا مش نفرح بس ده احنا نبقى أسعد ناس لأن اللي جاي زي ما بيقول الأستاذ محمد فرج لا ده بكرة أجمل وأحلى وأقوى وحضرتك أنت يعني في, في المقدمة اللي حضرتك الم الممتازة اللي أنت حضرتك قدمتها اللي هي ربط جودة المنتج و100 مليون صحة. صحة. طبعاً. لا ده أنا عملت وقاية. طبعا عملت وقاية بالإنتاج دي لأنه إنتاج آمن إذا هيوفر لي في العلاج. الرعاية الصحية, الرعاية الصحية. مش محتاجها مشروع الصحه ملف الصحه اللي الناس بتتكلم عنه ده ملف الصحه ده يعني انا بضمن اني اعالج وفي نفس الوقت اعمل وقايه والوقايه خير من العلاج بعد ما بص النهارده لل الاف و100 صوبه بال بال34000 الف فدان مفيش ميه ملوثه ارتوت منهم مفيش استخدام عشوائي للاسمده الازوتيه كل الحاجات احنا انا بقول لك ده انا احنا بنقتطفف في وقت بسيط لكن المشروع كبير مشروع كبير قوي وعايز دكاتره باحثين يتكلموا عليه وينوهوا عليه بالارقام طيب يعني هذا الموضوع ايه اه في اسئله كتيره جدا عشان نزيد من مساحه البهجه والفرحه عند الساده المشاهدين وعند كل المصريين ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا اهلا بحضراتكم وهي دعونا نكون سعداء بكل ما يحدث من انجاز حقيقي على ارض مصر سياده النائب رائف تمراز لو حبينا نتكلم على الاسعار الخضر والخضروات والفاكهه بعد كده يعني المنافسه السعريه داخل السوق السوق المصري وعلى المستوى العالمي نشوفها ازاي انا اقراها ازاي يعني يهم المشاهد النهارده بيقول هل الاسعار هترجع والاسعار بتنخفض حقيقي، هل هتوصل لحد فين؟ طب انا عايز بس اكمل بس حاجه كان في المشهد بالامس مع السيد الرئيس وبعدين ارجع على الاسعار، آه. احنا عندنا اكبر معمل موجود حاليا دلوقتي في الصوبه الزراعيه اسمه معمل المفترسات. المفترس يعني المفترس المفترسات دي يعني هو بديل للمبيدات، آه. يعني المفترس ده بيجي على في الصوبه ان هو بياكل الحشره. طب انا كده بضمن ان انا ما يكونش عندي حشرات ما بيشعروش مبيدات لان المفترسات دي اكبر معمل موجود وده حاجه حدث جلل حدث كبير قوي عاوز المصريين كلهم يروحوا يتفرجوا على معمل المفترسات في داخل الصوب الزراعي آه طبعا آه لما يكون انا آه على التنميه البشريه خلينا على البشر نفسه آه في خلال سنه او سنه ونص انا يا مصري تعلمت اعمل الصوبه ازاي طب انا بعد كده لما يكون عندي خبره الخبرات طب انا, أنا هسو... هسوج, هسوج آه خبراء ما دام خدوا بالك انا جايب خبراء من اسبانيا وجايب خبراء من, من الصين. الصين. لا انا هسوق بعد كده يعني انا شوف شوف الفلسفه الفلسفه لغايه فين؟ ان انا بعد كده هسوق خبرات اللي ما كانش عندي قبل كده سابق خبرات بالصباط لما, لما, لما انا بقول ان انا هجذب سياحه تقول ايه اللي جاب السياحه؟ بالزراعه آه. بقول لك نعم ان انا لما كان الناس كلهم بيقولوا ان انا عندكم في الفنادق في الاكل بتاعكم وتبقيات مبيدات لا انا بقول لكم انا عندي غذاء آمن, آمن أيوة. أورجانيك لكل السياح عشان ييجوا هنا يعني شوف أنا بجيب إيه؟ أنا بجيب مش موضوع صوب بس يعني أهداف الصوبات أهداف, أهداف الغذاء الآمن ده أهداف كبيرة, أهداف, كبيرة أه أهداف كبيرة جدا أهداف كبيرة جداً أه أهداف كبيرة جداً طب ندخل بقى على آه تعظيم دور الصوبات في آه النهارده أخفض الأسعار في السوق المحلي طبعاً هتخفض الأسعار في السوق المحلي لأن أنا اللي أنا هتحكم في السوق أنا قوات مسلحة الشركة الوطنية للصوب الزراعية مش 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 هدفها للربح هي اصلا مش هدف ربح ده هي جايه بتاعت المصريين وجايه ان انا ادعم بيها المصريين وبقول للمواطن محدود الدخل ادي الغذاء بتاعك الامن موجود معاك اهوت وقدامك اهوت باسعار منخفضه تناسب مستوى الدخل بتاعك. وكان بكام مستوى الدخل بتاعك الزراعات الاورجانيك دي بكام؟ اه اه والنهارده آه 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 بكام وهتبقى بكام بعد كده؟ بكام بكام آه فطبعا فلسفه الصوب الزراعيه مش واقفه على صوبه وزرع و لا ده هي يعني بتضم حاجات كبيرة وبتقول لي فعلا حضارة 7000 سنة والفلاح المصري قادم الفلاح المصري اللي هو ابنه الظابط وابنه الوزير وابنه اللي بيشتغل كلنا منظومة واحدة بنكمل بعض في ان احنا ننهض بلدنا حيوة مصر في ان أنا بنقول مصر تستطيع ان هي تعدي بالاقتصاد بتاعها نعم هتعدي ان شاء الله انت عارف بيحكى بالدولة المصرية ومتربصين للدولة المصرية؟ ولكن بالايادي والسواعد والمصريين الملتفين اه هنعدي هنعدي ونستطيع نعدي ان شاء الله لا مش هنعدي بس هنتقدم جدا ولكن هنتقدم جدا واحنا واعتبر عدينا امبارح بالامس عدينا ونهضنا والسيد الرئيس طبعا في برضه في سياق الحديث تحدث مع شركه الوطنية وقال احنا عاوزين نسبق الزمن عاوزين نسبق الزمن يعني انا ما نقول آه ست شهور نخلص لا انا هو عاوز ثلاث شهور وننتهي لان في مشاريع اخرى لان في مشاريع متعلقه بسرعة المشروع ده آه بيوفر عمله صعبه بيوفر آه الخضر والفاكهه وده في حاجه ثانيه هيزرعوا آه التوت الابيض والتوت الاسمر والتوت الاحمر اللي هيصدر الى الخارج في داخل هذه الصوب وهنرجع موضوع آه دوت الحرير ثاني آه. اللي هي المفروض ان هي هتوفر 4 مليار جنيه على توت آه إن انا مش هس انا يعني حاجة هستفيد منها على أوراق التوت وهاخد المنتج دي كلها فلسفة في داخل هذه الصوب إن أنا بالفعل مصر بقيادة السيد الرئيس عبد السيسي أنا شايف إن إحنا فرحانين وعاوز كل المصريين يفرحوا وعلى التناحر؟ إحنا كلنا بنشرب من مسورة مية واحدة نمشي على طريق واحد نخش مدرسه واحده طب ازاي هنختلف ليه لا وافرح طب وافرح لان ما في احنا ما ما كلنا انجاز حقيقي على الارض نخش في الفرح كلنا, كلنا نفرح. ونفرح ونفرح مش يخدم مصر بس يخدم ده العالم ده, ده, ده انا بقول لك يعني, يعني كلنا نفرح انا بشغل العربيه بتاعتك في التسويق بشغل ابنك اللي هيحمل يعني غير الفنان ده ده لوجيستي بره من الخارج اللي هيعمل كوتش بره هيستفيد اللي قاعد على طريقها هيستفيد هيعمل كافيه ولا مطعم بره هيستفيد كل الناس هتستفيد كل الناس, هتستفيد. كل الناس هتشتغل فده مشروع قومي عملاق بنحيي فيه الشعب المصري والقوات المسلحه والشركه المصريه الصوب الزراعيه. لذلك برجع لاستاذ محمد فرج مره تانية وقد ايه يعني الزراعه لما تزدهر بهذا الشكل بتؤسس لقاعده صناعيه كبيره لان الزراعه هي الاساس لقاعده صناعيه ضخمه جدا جدا يعني هذا يصب في ذاك مش كده ولا ايه؟ انت فتحت نقطه مهمه جدا اي دوله متقدمه في الزراعه رقم اتنين بعدها متقدمه الصناعة. في الصناعه على طول لان ما الصناعه لا يمكن ان تقوم بدون منتجات زراعيه طيب موضوع الصوب استفضنا فيه اتكلمنا فيه وبنقول دي بارقه امل فعلا حقيقي ومشروع قومي حقيقي فعلي لا يقل عن المشاريع العملاقه اللي من 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 قديم الزمن اتعملت في مصر واحنا دايما كنا في 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 الركب الاول في قياده العالم واخد بالك في المشاريع اللي, 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 يمكن ربنا حب ارض مصر به ان حتى سيدنا يوسف عليه السلام جعلني على خزائن الارض جعل مصر سله غذاء <applause> العالم اي تخلفنا بعض الوقت تخلفنا في مقدمه يعني مش مش ان احنا تخلفنا لا, لا يعني ده ده الترتيب ده بتاعنا قل بعض الوقت ليه ظروف محيطه بينا من متربصين من اعداء لنا لكن لا مصر موجوده مصر قويه بابنائها امثال الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم امثال الفلاح المصري الشريف اللي لا يقل في دوره عن المجند اللي على الحدود حارس عرين الوطن آه إلى إن, إن إحنا لما بنيجي النهاردة بقى نتكلم في هل هناك رؤية؟ هناك رؤية هل هناك استراتيجية وتخطيط بنطلع من الصفر الواحد؟ لا فيه النهاردة النموذج بتاع افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية ده بداية انطلاقة حقيقية في القرن الواحد وعشرين للزراعة المصرية برجع برضو أكد على هذا المعنى مع سيادة النائب وإحنا بنتكلم عن الصناعات المت اللي هتقام على ودي صناعات في صناعات صناعات الزراعات المحمية بقى يعني الشركة الوطنية للصوبات الزراعية والشركة الوطنية للزراعات للصناعات المحمية الصناعات المحمية يعني خلينا نقف عند هذه المعاني قاعدة زراعية وقاعدة صناعية اه طبعا موضوع آه القيمة المضافة للتصنيع ده مهم آه مهم طبعا وبيخليها زود عاوزين نرجع شبيه بأدفينا وقاها آه مرة أخرى للصناعات اللي كان موجودة وترجع تاني العلامات التجارية آه يعني اللي بيعتز بيها كل مصري آه طبعا آه آه بتأدي دور كبير إن أنا أصنع بدل ما أصدر خام لا أصدر مصنع والمصنع ده آه بيجيب عملة صعبة أكتر وده اللي بنتحدث فيه في آه هذا المشروع الكبير وانا طبعا أه بقول ان التصنيع الزراعه الصناعه تقوم على الزراعه. أه انا عندي زراعه تقوم عليها صناعه والصناعه دي في كل أه المجالات او في كل انواع المحاصيل أه الخضر والفاكهه أه لها أه أه تصنيع والنهارده أه دور التصنيع ده أه دور هشغل عماله تاني أه هشغل مصانع أه أه أجذب أه او اجيب عمله صعبه من الخارج للتصنيع الزراعي ان انا اقدر اصدر للدول الافريقيه ان انا اقدر اعمل تكامل اقتصادي مع الدول العربيه في ان انا اصدر لهم فهذا دور كبير هيكون مش يقل عن دور القوات المسلحه ان هي طبعا دي حرب ان انا انافس الدول الاوروبيه في الانتاج ازاي انافس انا دول الأوروبية انا اقدر انافسهم في الزراعه، الزراعه بايدي ومجال مصريه. ومجال يعني محددات أطلع المنافسه أطلع هنا استاذ يعني استاذ سياده النائب في فكره ان محددات المنافسه عندنا السعر دايما يقول لك السعر والجوده. طبعا. يعني احنا هيبقى دول اللي ما هو المنافسه اول حاجه السعر والجوده. اول حاجه منافسه ان انا ما بنتجش تقاوي الخضر في مصر. فانا بحط صابعي ايه المستهدف في في ده انا التقاود يعني انا بستورد بحوالي 200 حوالي مليار دولار من الخارج مليار دولار, أربع دولار, أربع مليار أربع مليار دولار مليار اه فشوف لما نضرب المليار في 18 18 جنيه مصري 18 ب... مليار اه آ... آ... ف مليار موجودين مم. فالنهارده انا بقول لك النهارده بحط صبعي في بق بغ... في في تحت درس غيري مم. فالنهارده آ... لو هو حج... حجب عني تاول خضار النهارده ما جابهاليش لان تاوي دي بتيجي آ... آ... مس... آ... يعني ما فيهاش تاوي آ... بتطلع تلاقي الفلفل ما فيهوش تاوي اصلا فهو عارف انه بديك خضار مش هتقدر انت آ... تعيد زراعته تعيد, تعيد زراعته تاني تعيد زراعته فالنهارده عشان يحافظ على الميزه النسبيه طبعا عنده, عنده. آه. فطبعا النهارده هو متحكم فيك لو قال لك السنه دي مش مديك خضار يعني ما عنديش خضار في مصر مش هديك التقاوي اقصد لو آه. مش هديك مش خضار في مصر فالنهارده انا لما انتج انا عندي تقاوي الخضر عندي هنا في مصر واجيب الجدود واعملها هنا في مصر تبقى انا الغذاء بتاعي انا اللي بنتجه والغذاء بتاعي انا اللي جايب التقاوي بتاعته فديا اهم دور في موضوع الصوب آه للقوات المسلحه وشركه آه الشركه الوطنيه للصوب الزراعيه ان هي تنتج لي هذه التقاوي مش اللي هي مش هتدي صوب بس ده هتدي الفلاحين في كمان البحوث يعني ده ينعكس يعني على الفلاح هتغطي 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 مصر كلها انا بجيب باسعار مرتفعه جدا لكن انا لما انتج هنا التقاوي النهارده يمكن بتكلم للحاج محمد آه طن البطاطس النهارده توصل 44000 جنيه آه لان انا بستورده من الخارج وشوف فجأة ناس آه آه تقاوي آه تقاوي بطاطس تقاوي البطاطس اه وصل 4000 جنيه النهارده و47000 ده انا بقول لك يعني وصل النهارده لما نزرعه عندنا ويتم يعني عمله عندنا بينخفض لحد اه طبعا انت انت ما هو 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 ده لو هنتكلم في تقاوي البطاطس تحديدا احنا بنزرع ثلاث عروات في مصر ايوه العروه اللي بنزرعها حاليا دي تقوى بتبقى مستورده جايه من بره ايوه بنزرعها في شهر 12 ديسمبر ويناير وفبراير تمام بـ بـ برقد منها تقاوي بكسر منها تقاوي للعروتين التانيين اللي بيتزرعوا في شهر 8 وفي شهر 9 وفي شهر 10 تمام باخد منها ايه اربع مشتقات من التقاوي المستورده دي آه للتصنيع بخزن منها للتصنيع للسوق المحلي للتصدير تاني واخد بالك قلنا آه، التقاوي والتصنيع والسوق المحلي والتصدير. بس نعم. عاوز اقول حاجه يا محمد في الموضوع بتاع البطاطس ده يعني شايف الرئيس عمال يجري و آه المصريين وبيجري زي الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهارده البطاطس دي بتيجي تستورد من خلال التقاوي ديان ب 11000 جنيه تقريبا توصل مصر وابيعها انا كمافيه بطاطس ب 44000 جنيه تقاوي يعني معناها عاوز يقضي على حاجتين. الحاجه الاولانيه يخليني هذا الاحتكار اه الاحتكار يخليني ما ازرعش بطاطس وبقى عندي ازمه السنه الجايه أوه. يخليني اشتري البطاطس وما اكسبش فيها فدي لازم لابد من في لازم تتدخل حلول في ان انا بستورد هذه البطاطس من الخارج ب ألف جنيه توصل مصر هنا دلوقتي وبيعها ب 44000 جنيه ده موضوع كبير جدا وعاوز حلقات وحلقات نتكلم في م. هذا الموضوع نفتح الملف في الملف ده يبقى احد اهم اهم أهداف الصوبات الزراعية وهذه الشركات الوطنية التابعة للقوات المسلحة وهذه المشاريع القومية التابعة لهذه الشركات التي تصب في النهاية لصالح هذا الشعب العظيم لهذا البلد الأمين بتحقق هذا المفهوم الأمن الغذائي طبعا غزائي. الأمن الغذائي ده موضوع مهم آه. آه موضوع آه آه لابد الوقوف أصلا مش عامل حاجة لوحده المشكلة كلنا نلتف وكلنا نقفل حلفية الفساد اللي شغالين فيها وكل واحد يبقى عنده صحوه وطنيه آه لمصر وان كفانا ما عدى ونبدا صفحه جديده مع السيد رئيس السيسي عشان خاطر ابنائنا وعشان خاطر احفادنا الرئيس آه 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 عبد السيسي مش هي هينهض على الفساد ده احنا لو قفلنا حفيد الفساد دي مصر هتبقى احسن واغنى دوله في العالم لو كل واحد مشي في الاطار السليم وياخد هامش ربح وهو بيعمل ما, ما, حقيقة ما قلناش ما بيعمل ياخد بيعمل هامش ربح بس هامش ربح بما يرضي الله انما باسم. ياخد هامش ربح ان هو يخسر الدوله وما يخليش ازرع انا كفر انا مش أربعة 44000 جنيه لطن البطاطس مش هزرع هزرع اي اي محصول اخر طب انا اثرت على المستهلك اثرت على التصدير اثرت على الدوله فده امور كثيره بنقول ان الشركه الوطنيه للصوب الزراعيه احنا ربنا يديها العافيه ويكرمنا فيها وانا عارف كلهم ناس وطنيين على قدر وطنيه كل خطوة قدر ان هي هتنتج لينا كل هذه آه الخضر والفاكهه ومنها بنقول ان شاء الله البطاطس ان شاء الله في مغزى للمشروع القومي للصوب الزراعيه اللي هو ايه مم. تحقيق تحقيق استراتيجي للمحاصيل الخضار في عدم موسمها يعني ده بعد تاني خدت بالك احنا ليه فرحانين بموضوع الصوب الزراعيه لان ممكن محصول الصيف تلاقيه موجود في الشتاء من انتاج الصوب أه. محصول الشتاء الشتوي تلاقيه موجود في الصيف اذا انت ما عندكش ازمات نهائيه في المحاصيل أه. زي البطاطا أه. الطماطم،, الطماطم انت محتاجها على طول السنه يعني جميع انواع الخضار أه. كل ده هتلاقيه خدت بال حضرتك الضربات اللي بتحصل ديت مش هتلاقيه ادي 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 الميزه القيمه المضافه لمشروع القومي للصوب الزراعي الحاجه الثانيه زي ما انا قلت غير زياده الانتاج وجوده المنتج ان حجم العماله اللي بتستوعبها الصوب والمشروع الكبير ده هو لا ده انت فيه كل حاجه مرصوده فيه اقتصاديا. انت حتى الامم المتحده او المجتمع الدولي كله لاقيك انت راجل ماشي بمخطط استراتيجي صح. كل ده بيحط مصر في القائمه الائتمانيه خدت بالك من الدول المتقدمه التصنيف الائتماني الائتمان آه. يعني يعني ليه ابعاد كبيره جدا واحنا كفلاحين لابد لابد نحمي الموضوع دوت والوعد ده يجنه ليه؟ لان فيه نقطه اللي احنا بقى نخاف او نخشى او بنقول للدوله هنا خلي بالك ان مشروع الصواب الزراعيه النهارده الشركه الوطنيه اللي قايمه بيه مع احترامي الكامل لكل القطاع الخاص الوطني انا بضرب له تعظيم سلام ان احنا نخش بموافقات في الصوب في اراضي الدلتا والكلام دي تتحول لمشاريع مؤثرة على البيئة بأنشطة مختلفة بمعنى لازم أما أقول إن أنا محمد فرج مقدم على مشروع صوبة زراعية على مساحة مثلا فدان لو غير أي نشاط غير أي مواصفات يبقى هنا الردع صحيح. وده طبعا مهمة البرلمان بقى ما احنا هنرجع في دي بقى هنرجع. نتكلم فيه. النائب ولكن بعد الفاصل م. ابقوا معنا أهلا بحضراتكم سياده النائب يمكن آه، آه، واحنا قبل الفاصل الاستاذ آه، محمد فرج رئيس الاتحاد العام الفلاحين يعني آه، اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا حينما يعني تنتشر هذه الصوبات في مصر ويقوم آه، بها القطاع الخاص يقوم بها بعض الافراد كيف نحافظ على هذا المشروع حينما يتم آه، التوسع فيه بشكل كبير وكيف نطور من اليه تعامل الافراد معه احنا بنتكلم في المشروع ده طبعا ليه اهميه كبيره اولا رقم واحد لابد ان يعم هذا المشروع في الدلتا ليه في الدلتا هيوفر اولا ميه هيوفر زي ما قلت لك المفترسات بدل المبيدات وخلافه ولكن الدوله عليها ان هي او البنك المركزي ان هو يساعد الفلاحين في ندوم قروض لعمل هذه الصوب بدون فايده عشان نحن نقدر نطور ونوسع زي ما قال الحاج محمد لانتاجيه اضرب في خمسه أنا بدب في الفدان طن أضرب في خمسة مثلا أنا بقول يعني مثلا 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 يعني, مثل يعني. آه لابد أن يكون في تشريعات قوية آه مطلوبة لردع بمعنى إيه؟ أنا مدي واحد يعمل صوبة وبعد كده التف حول الصوبة راح باني من, من تحتها من جوه مزرعة دواجن ولا خلاف ولا بوة غير النشاط غير النشاط غير النشاط و عمل مشروع اسكاني او عمل كذا تحت الصوبه لان الصوبه طبعا النهارده الصوبه دي ما عادش زي بتاع زمان عاد مرتفعه بتاخد التوت وبتاخد الاشجار تحت منها ومن ثلاث فنادين لخمس فنادين الصوبه الصوبه من ثلاثه لخمس فنادين ارجع اقول لحضرتك الصوبه الزراعيه دي في حاجه مهمه حدثت في هذا الموضوع وكانت نقله للزراعه المصريه تصور ان ارض صحراويه ارض صخريه موجوده ارض صخريه ما تزرعش ان يجي لها تربه مستورده من الخارج وتزرع على الارض الصخريه بهذه في هذه الصوب طب ارض ملحيه نفس القصه طيب الصوب الزراعيه عملت ايه تاني؟ شغلت مصانع البلاستيك شغلت مصانع الحديد احنا بنقول الصناعات الصناعات الموازيه آه ليها آه لي صناعات الموازيه يعني مش آه عملت ايه انا شغلت مصانع الحديد شغلت مصانع البلاستيك شغلت الكهرباء يعني شغل يعني الموضوع ده شغل إحنا بنحنا آه بنحنا آه بنحنا العبوات احنا بن بنعبوات والعبوات 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 آه فالنهارده انا شغلت مش دي كلها مش اصل الناس يقول لك ايه الشركه الوطنيه مست... لا الشركه الوطنيه بتجيب من المصانع من الشركات الخاصه طب وبتدخل طب شغل عشان في ناس مغرضين يقول لك لا بالشركه الوطنيه مست... لا مش مستحوذة يا سيدي تعالى انا كان عندك حديد كان عندك بلاستيك كان تعال احنا عايزين منك كل الكلام ده الشركه الوطنيه عايزاهم هو قال الكلام ده سياده اللواء النهارده أه بقول النهارده زي ما قال الحاج محمد لابد من نكون قوانين محتاجين قوانين ايه؟ احنا نشرحها في البرلمان لردع من تسول له نفسه لتغيير النشاط من موضوع الصوب لان احنا النهارده مش هنسمح لحد ان هو يغير النشاط بتاعه ومش بنسمح لحد ان هو ياثر على الشعب المصري ومش بنسمح لحد ان هو هو يتربح وده حق الشعب كله ان هو ياخده لنفسه ويعمل حاجات مخالفه في موضوع الصوب الزراعيه ولكن التشريعات القوانين القوانين تسري على الجميع صحيح تسري على الكبير والصغير ودي بنادي بالسيد رئيس السيسي احنا كلنا مصر كلنا شعب مصر ما فيش خلاف بين كبير وصغير الا بالقانون انا بيني القانون واحنا دوله قانون فالنهارده القانون لابد ان يكون قانون رادع لمن يغير نشاطه النهارده احنا بنتكلم في موضوع الصوب الزراعيه وبنتكلم آآ يعني لاجيال قادمه آآ ان احنا ان شاء الله على قريب عاجل في غضون سنين قليله هنكتفي ذاتيا من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه اللي احنا بنقول عليها وضعين رؤيه واضحه واستراتيجيه واضحه زي القمح والذره وقصب السكر والبنجر لانهم دول هم المحاصيل اللي احنا بنستوردهم من الخارج اللي باقي من السكر بجوم الخارج او من القمح بجوم الخارج او الذره اللي مأثره النهارده على انتاج الدواجن ورفع السعر بتاعها وعلى انتاج اللحوم ورفع السعر بتاعها انما انا لما اكتفي ذاتيا والنهارده بحوث بتقول لك ان احنا ورد النيل اللي هو في البقل بيستهلك 40% من الميه النهارده هيعملوا عليه مصانع اعلاف وكان فيه بحوث فده في بيخلينا ان احنا فعلا عندنا طموح ان احنا نفرح ونقول ان شاء الله ان احنا هننهض آه بمصرنا الحبيبه هننهض بسواعد ابنائها والشباب النهارده الشباب النهارده اللي بنقول له واللي بيؤكد على سياده الرئيس طبعاً الشباب الشباب النهاردة يعني النهارده عصب الحياه بيؤكد على الشباب وجود الشباب في كل مكان المؤتمرات الموجوده آه. ولكن انا طبعا با اللي بيعملوا مؤتمرات السيد الرئيس عفتاح السيسي والشباب وانا فرحان بالشباب ولكن بضيف بس حاجه بس بقول لهم لابد ان يكون شباب الفلاحين متواجدين في لقاءات الرئيس أنا, انا مش شايف شباب الفلاحين موجودين في لقاءات الرئيس ولكن انا من منبر من هنا بقول لكل من يقدم الشباب للسيد الرئيس يقدم معهم شباب الفلاحين لان لازم صوت الفلاح السيد الرئيس فتحي السيسي يسمعه من الشباب نفسهم شباب الفلاحين لان شباب الفلاحين لو الرئيس فتحي السيسي قال لهم ماذا تريدون هم يفضلوا يشتغلوا بالفاس ويشتغلوا بالمنجل ويشتغلوا في اراضيهم لان يرضوا بلدهم مصر وده حق مصر علينا احنا كفلاحين. يعني وعملوا في الارض دائما الفلاح المصري لا يتوقف عن العمل في الارض ولا حاجه الفلاح المصري عن عمل الوحيد عن عمله ابدا في الارض لانه عارف ان الارض هي العرض الفلاح المصري آه. الوحيد ما بياخدش اجازه اه صحيح. ما هو بيشتغل تق... ما فيش حاجه بتقول آه بتق... يعني بتق... يعني حاجه بتعطلوا يقول مين دلوقتي أجازة؟ ما ماخدش اجازه الفلاح المصري اللي بيقول ايه اما تساله انت عايز ايه يقول الستر والستر عند الفلاح طريق يمشي عليه مستشفى يتعالج فيه كوب ميه نضيف يشربه آه. سكن يقويه وقطعه ارض يزرعها هو ده الستر عند الفلاح المصري ولا حد في لحظه في فتره من فتره قدر يقول للفلاح المصري ما تروحش بكره المصري ما تروحش بكره الارض ما يقدرش ما ولا حد قدر يقول لفلاح مصري الفلاح المصري هيقوم في الفجر كالمعتاد ويصلي آه. الفجر ويطلع على ال 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 الارض بتاعته ويرمي البذره بتاعته وبيستني في الوقت اللي دايما بإيمانه الجميل مستني الوقت اللي تطلع فيه ال الثمره بتاعته ويدي الوعود كلها الوعود الحقيقيه وفق انتاج هذه الارض الطيبه. الحاله الاقتصاديه للفلاح المصري هي الحاله الاقتصاديه للدوله المصريه. طب ارجع لنقطه مهمه جدا وفكره العماله. يعني قد ايه هذه المشاريع اللي احنا بنقول قاعده زراعيه بتؤسس لقاعده صناعيه كبيره العماله، الايدي العامله، تشغيل الشباب. قد ايه سيحتوي هذه او ستحتوي هذه المشروعات على ايدي بص كثيفه حسن. العماله زي ما بنقول وبنعرف اقتصاديا بص يا استاذ حسن لازم نعترف ان العامل الزراعي اللي هو اللي شغال في قطاع الزراعه لا يمتلك ارض كان عنصر مهم جدا في العمل الزراعيه ده من فتره لضعف الحاله الاقتصاديه للفلاح المصري كان بدا يهرب من المهنه دي مهنة العامل الزراعي بيروح للمهن التانية مع احترام الكامل للمهن التانية طالما مهنة عمل شريف ايا كانت هي فاحنا بنضربه تعظيم سلام بس كون ان العائد الاقتصادي كان بيجي من الزراعة ضعيف فشيء طبيعي لازم الافراد المصريين ينفروا العمل ده ويشوف يحسن دخله فاحنا النهاردة ما بنيجي نتكلم ان انا عايز اعمل الالتفاف واخلي العامل الزراعي يرجع لحب الزراعه تاني آه. عشان العائد الاقتصادي منها كويس آه. ده العامل الزراعي مهم جدا كلمه العامل الزراعي خدت آه. اللي بيساعد الفلاح طبعا آه. لان العنصر الاساسي مع الفلاح ده, ده لا يمكن العمليه الزراعه تتم بدونه مم. وده عنصر مهم جدا ليه؟ لان انا لا في تامين صحة عليه لا في معاش ليه لا فيه لا في جميع حقوقه ضايعه لا انا النهارده ما بحتويه وعندي قاعده بيانات سليمه ليه؟ عارف حصرهم اب عارف عاداتهم فعلا عشان انا من غير قاعده بيانات حقيقيه للعماله دي اذا هي عماله عشوائيه ما اقدرش اقدم لها اي رعايه يعني عايز كلمه من ستنا احنا ما يتم التاكيد علي الألف بيت زراعي إيه وتاكيد على مزرعه اكبر مزرعه تمور على مستوى العالم يعني إيه وكل المنتجات او كل المشاريع المرتبطه بالانتاج الزراعي في مصر ماذا يعني كل هذا انا بس عايز اتحدث في نقطه طبعا واكمل لحضرتك الاول مره في تاريخ مصر ان نتحدث مع السيد رئيس فتحي السيسي في 2014 كفلاحين ونطلب منه نقابه فلاحين ولم يجرؤ رئيس جمهوريه قبل ذلك ان تكون في نقابه فلاحين الا الرئيس عبد السيسي الذي وعد في 2014 وبنناقش هذا القانون النهارده يعني معنى ايه نقابه فلاحين؟ معناها زي ما انت قلت حضرتك العامل الزراعي ياخد بدل بطاله في هذه النقابه، بطاله يعني في بين الموسمين وفي ثلاث شهور حماية بطالة حماية هذا العامل آه فحماية هذا العامل ياخد بدل بطاله، العامل الزراعي يتأمن عليه، العامل الزراعي ياخد معاش، العامل الزراعي يبقى له مستشفى، النهارده ده كله في في إطار مناقشة قانون نقابة الفلاحين والذي وعد به السيد رئيس وأوفى بهذا الوعد وأنجل حضرتك موضوع التمور ده موضوع كبير موضوع أوي التمور أوي أوي. لما, لما كنا في الوحات وشفنا التمور موجوده ازاي وازاي عاملين عليها حاجات كتيره منها الكافيه ومنها اعلاف ومنها حاجات كتير كتير قوي مشتقات ومشتقات كتير. من من البلح النهارده احنا منتجين اكبر دوله العالم في التمور ولكن مش بنصدر لان احنا مش عندنا الصناعه وعندنا شغل هذا الموضوع ولكن بدا بالفعل ان احنا نعمل هذه الصناعه وما تحدث به السيد رئيس السيسي يوحي ان احنا ان شاء الله هيكون اول دولة مصدرة للتمور في العالم من مصر من هنا وبرضه هنشغل عمالة وهنشغل شباب وحيكون عندنا صناعة على التمور فالنهاردة يعني انا انا فرحان وسعيد بهذا اللقاء الذي نتحدث فيه بفرح وفرح جلل في يوم سعيد ويوم عيد على المصريين ان تكون هذه الصوب الزراعيه اللي من من عام كانت ارض جرداء ليس بها زرع ولا ماء والنهارده ارض منتجه خضراء و يعني اجمل شيء في الوجود هو الارض الخضراء اللون الاخضر اه اللون الاخضر يعني طبعاً اذا كان هذا المشهد البديع والاراده السياسيه التي قدمت لنا هذا الانجاز بس قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت في يده من كان في يد أحدكم فسيله فليزرعها يعني دائما فلنشارك نشارك دائما في صناعه هذا الخير في صناعه هذا المستقبل الميمون لمصر، اسمحوا لي اشكر سياده النائب رائف تمراز وكيل لجنه الزراعه والري والامن الغذائي بالبرلمان، وايضا الاستاذ محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين. بشكركم شكرا وكل شكرا سنه شكرا ومصر شكرا. اجمل واحلى ودائما نلتقي في مصر الجديده والجميله والطيبه جدا. تحيه لمرأة الفلاحه. طبعا. تحيه لمرأة الفلاحه، لا كل التحيه. طبعا طبعا وده الكلام عن المرأة الفلاحة ده كلام كتير وكبير لأنها كانت بتشارك في الناتج القومي الإجمالي دايما لأنها إيد أصيلة بتشارك جوزها الفلاح وابن وابنها الفلاح في الإنتاج الزراعي الحقيقي فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا المشاركة في النجاح, في النجاح هو معنى من معاني الديمقراطية المعاني الحديثة لهذه الكلمة جميل أن يشارك الجميع في أو يتشارك الجميع ويسهم الجميع وأن يمضي الجميع في اتجاه واحد في اتجاه تقدم هذا البلد يعني وإحنا بنتكلم عن هذا المشروع القومي العملاق والمشاريع الوطنية المرتبطة بالزراعة بنروح للأبحاث للباحثين الزراعيين في مصر وكيف تصنع غذائك بنفسك بطريقة سلسة وبسيطة إيه بالاستفادة من المساحات المتاحة لنا سواء أسطح المنازل سواء البلكونات بتاعتنا خلونا نشوف تفاصيل هذا الموضوع مع صاحب هذه الفكرة المهندس الزراعي محمود عبد العزيز باش مهندس أهلا بيك يا أهلا وسهلا أحمد بيش ويا صحراء المهندس جاي لما كنا بنغني زمان وعايزينها تبقى خضرة فعلا عايزينها تبقى خضرة هو دلوقتي عندي في حاجتين حصلت في الاونه الاخيره مم. اللي هو التعدى على الاراضي الزراعيه. وفي عندي زياده سكانيه. طيب الارض ما تقل وفي زياده سكانيه والدوله طبعا مشكوره ما تتجه لاتجاه ثاني اللي هي طبعا تعمير الصحراء وزي كان لسه المشروع بتاع السيادة الرئيس اللي هو بتاع الصعوبات الزراعيه الصعوبات الزراعيه بتتجه النهارده النهارده عندي مثلا على سبيل المثال في القاهره. عندي العدم بتاع السيارات العربيات وغيره وغيره. طب فيها ايه النهارده؟ لو كل مجموعه اتفقت عندهم سطح عماره مثلا ممكن يزرعوه م. بطريقه سهله جدا آه عندي بلكونه ممكن ازرعها ممكن سور بلكونه ممكن اعمل له سور حديد خارجي كده والسور الحديد الخارجي ده سقط فيه احواض طب ايه التربه النوافذ برضه ما هو النوافذ ممكن النوافذ ممكن آه. آه. بس عشان عشان انا محتاج لشمس الشمس لو في لو المنور كبير ممكن خلال المنور ده ازرع فيه واعمل فيه نوافذ آه الاحواض دي عباره عن انا بجيب حاجه اسمها كومبوست مع رمله ايه واشوف نوع النبات اللي هزرعه ايه لو اذا كنت حزرع جرجير او ازرع بقدونس او شبت او كزبره نعناع نعناع الحاجات دي مش محتاجه تربه كتير كله انا عايز 10 سم 15 سم بس كده فاي حاجه ممكن اجيبها كده ممكن هنا في حاجه زي دي ممكن ازرع حالك ليه لان في مقوله قالت لو كانت يدي تصلح للزراعه لزرعتها الطرق النهارده الحديثه بتاعه الاسطح دي النهارده زراعه الاسطح في ناس كتير جدا بتتكلم فيها وموجوده وفي تجارب عمليه بالنسبه للموضوع ده على آه مستوى العالم طبعا ده, ده في بعض الدول زي المانيا وفرنسا زرعوا الكلام ده من قبل 58 وقام الضجة في مصر هنا في سنه 58 لما جينا فتحنا السد العالي كان رئيس دوله روسيا جه مصر هنا وزارها وقال ممكن نساهم في هذا المشروع بالفعل وممكن نساعدكم وقامت ضجة في الأول وبعد كده الموضوع نام تاني النهاردة لو كل واحد كل عيلة النهاردة في مقولة أنا دايما بقولها إننا ننفق أموالنا لكي نمرض م. يعني أنا مصرف عشان أشتري المرض بمعنى إيه النهاردة أغلبية الناس ما عندهاش ضمير انت ما تقدرش تقول لي الاغلبيه تقول... البعض لان آه البعض البعض آه البعض, آه البعض اقل بالزبط من الاغلبيه يعني, بالزبط يعني آه, بالزبط اه دايما نراهن على النجاح آه آه نراهن آه لا هو النجاح موجود آه بدليل بدليل ان انا جيت طبعًا ليه انا انا طبعًا يعني طبعًا الواحد مش محتاج اي حاجه طبعًا الـ 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 النهارده لو كل واحد صنع اغذائه بنفسه هيعمل توفير أيوه يعني النهارده لما اقول النهارده سطح الزرع السطح ده تزرعه خضار باي نوع نوعيه من الخضار اللي آه انت بتتكلم عليه وفي طريقه ثانيه ان شاء الله باذن الله مش هقدر اعلن عنها دلوقتي اللي هي ايه هقدر استخدم كمان حاجه تغنيني عن الاسمده خالص زي السماد عضو كده لسه جميل. هو في في التسجيل انا يعتبر تم تسجيله بس ده لسه ايه مش مش دلوقتي يعني هخلي الفلاح او المزارع ما يحتاجش يشتري اسمده من بره خالص جميل دي حاجه من ضمن الحاجات وحاجه تانية قدرنا تتجه في الاتجاه اللي يمكن الدوله ماشيه فيه بالظبط بخطوات واسعه اللي هو الغذاء او الخضروات الاورجانيك ما هو ده اورجانيك اللي انا عليه أيوة هو الغزاء الـ الـ الغزاء الـ أيوة ده الغذاء الامن ايوه الغذاء الامن ده انا في دراسه حضرتك هنا هو معموله الدراسه دي اسمها ايه؟ توفير غذاء امن وصحي للمواطن المصري تمام دي والمشاكل التي تواجه الاراضي الزراعيه في مصر والصرف الزراعي والارشاد الزراعي ومنع التلاعب في الاسمده ومراقبه الاراضي الزراعيه واعاده كانت هيكلة بعد قطاعات وزاره الزراعه آه. دي حاجات سجلتها في الـ في الـ في وزاره الثقافه دي اسمها اللي هي اداره حقوق المؤلف اه وعملت حاجه ثانيه هنا الملكيه الفكريه اه الملكيه الفكريه آه. آه. وحاجه ثانيه هي اسمها ايه ترشيد استخدام الاسمده الكيماويه بدون استخدام اسمده كيماويه آه. وتوفير مياه الري آه. دول اهم حاجتين وهذه بتتكامل دولة. مع زي ما شفنا امبارح وتكلمنا من شويه عن الصوبات الزراعيه وعن الانتاج الزراعي الامن الغذاء الامن وتوفير هذا الغذاء الامن للمواطن المصري وبعد الاكتفاء الذاتي بيبقى فيه تصدير ده جميل برضو ان يبقى اسطح منازلنا بلكوناتنا طبعا. قادرين نزرع فيها خضروات نزرع فيها منتجات زراعيه يمكن على قدنا ولكن صحيه شفت حضرتك اللي في الفيديوهات اللي احنا يمكن نشوف على في الصور كده يمكن الصور دي توضح لنا اكتر اه الصور دي حاجات انا 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 بالنسبه بالنسبه لي انا ك كالاسره عندي اهو ده النعناع شوف شكل النعناع طبعا النعناع بلدي احنا بنقول نعناع بلدي اه ده ما بستخدمش فيه تسميد ده ده ما فيهوش تسميد ده ما فيهوش تسميد خالص خالص ما استخدم تسميد اللي انا طلعته ده بقى اللي انا قلت لك عليه بس ما ما اللي هو التسميد ده عامل عليه تجارب شايف ده ايه ده؟ ده شبت ده ده شبت لا لا ده مش شب ده بقدونس با با بقدونس اه, اه, آه والكزبره اللي بعديها ده جرجير شايف بص المنظر الجرجير شايف شكل الجرجير زي اللي كانت بتطلع على الارض بتاعتنا شوف زمان شوف شوف بص 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 للجرجير وبص كده اه للارتفاع ده انا في الدور الدور ال 12 شوف ده شكل الجرجير اهو ده النعناع ثاني ممكن ده فضلا عن ايه؟ هتعطي الشكل اللي بيها حلو ده لسه مزروع اهو زرع ايه ده في في 14 جرجير اهو لسه طالع اه في 14 ده شايف الرمله اهي شايف عندك في رمله هناك يا باينه اهي أيوة. ده البطمس مع رمله مش محتاج كلام مش ما بيشتريش انا ما بشتريش والخضار ده ما بيشتروش ايوه بيجيب التاوى منين التاوى بتجيبوها منين عشان البعض بيتساءل يعني, يعني دلوقتي بتجيبها منين هقول لك في اي مشتل من المشاتل هتلاقي فيه الكلام ده يعني ده في مشتل عندنا في الوزاره داخل مش داخل الوزاره بره الوزاره ما تجيب الكيس ب 3 جنيه وبعد كده انا بعمل ايه بقى في صوره كده للشبت يا ريت لك انا بعمل ايه اعمل له عمليه تكاثر واخد منه التقوي، خلاص ما مشتريش تقوي تاني، هي مره واحده وخلاص. وبامكاني, وبإمكاني بامكاني اني اعمل العمليه دي في البيت عادي. اه في البيت ما هو هنا لو جبت الصوره انا كنت جايب معايا العينات ال الشبت أنا أنا او انا زرعت البيارجي. ملخيه السنه اللي فاتت اكلت منها ثلاث مرات. واخر مره خليتها اخدت منها التقوي واخد منها تقوي شباب من بره ملخيه. لا لا ما بشتريش. إيه يعني إيه كفتك يعني. لا لا ما بشتري كفت واكلت منه كمان. ده كانت المساحه قد ايه؟ المساحه 30 في 60. 30 في 60. اه. آه. ما هي حي... ما تحشها وتطلع. اه انت كل ما 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 تقطع منها تري تطلع, تطلع تاني. تطلع تاني. اه ما انا مزرعه محاصيل اقطعها وتطلع تاني اه كل ما اقطعها تطلع تاني زي المحاصيل اللي احنا شفناها دي. ايوه. فال ال... عملية ما انا بقول لك عمليه سهله جدا انا ما مست... كل الزرع ده ما بستخدموش تسميد. وامن. امن. وصحي جدا. جدا. طبعا آه. طبعا احسن بكتير يبقى النهارده لما انت تصنع غذائك بنفسك وما فيهوش مشاكل يعني احنا مش محتاجين لل العملية سهلة جدا. أه. اللي بالنسبة النهاردة وغير كده النهاردة عوضاً عن الأراضي الزراعية. النهاردة عندك اللي شوف الـ 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 الأراضي الزراعية اللي استهلكت أنا ممكن أستخدمها زي ما إحنا قلنا في زراعة الأسطح، زراعة الأسطح دي هتنقي لك الجو كمان، النهاردة هتاخد النبات ده ما ياخد ثاني أكسيد الكربون ويديك أكسجين. طب زرا... زرا... طبعا في تنقية ال... ال... المناقة والجو الملوث يعني و... وكمان آه. ايه؟ آه. النهارده متحارب البطالة طيب ح... حاجة، الأسطح بقى يتم زراعتها بالشكل ب... ازاي؟ لأن احنا يمكن قلنا في البلكونات، في الشبابيك، هذه ال. أنا أنا الجميلة اللي بتدي على فكرة برضو على اللونج تيرم بتدي شكل مميز جدا، بنشوفه في بلاد كتيرة لما نزور برة بنشوف ال... لما يكون في لون موحد كده أو ألوان جميلة بتدي طابع جميل العين بترتاح لما تشوف صح. اللون الاخضر وجوه ده البعض بيبقى في مدن كامله بتبقى زرعه فل وورد وياسمين الحاجات الجميله دي اللي بتزين يعني حدر... البيئه انا حضرتك لما اكون موجود مثلا دلوقتي بفتح انا وانا في البلكونه مش في البلكونه قاعد في الاوضه مثلا أي. النباتات قدام عيني شايف حاجات خضراء قدام عيني طبعا مريحه للعين بس اه, صح. وغير كده انا انا يعني الهدف اني ما مزرعش فل ولا حاجات تانية ليه بقى مزرع حاجه عشان انا استفيد منها ده صحيح الثانية بقى عاد دي لما يكون بقى في دي حاجات ترفيهية بقى الأسطح بقى تتزرع ازاي؟ لأن الأسطح, الأسطح برضه يمكن... سهلة جدا أوه. يعني أنا لسه زارع سطح زرعت فيه رمان والرمان كان مطلع السادق. السنة دي إنتاج كويس جدا يا ريتني كنت عايز أجيب لكم الصور بتاعته مساحة السطح كانت كام؟ مساحة السطح 120 متر مم. 120 متر زرع فيها عنب أربع عنبات ورمانة واحدة شجرة رمان وشجرة توت وشجره لسه هنزرع ازرع لهم فيها مانجا شجره مانجا وشجره خوخ وشجره مشمش وشجره أه أه وشجره ليمون وشجره وشجره وشجر برتقال جايبين جاي البراميل البرابيل أه اللي هي سعه 200 لتر البرميل بجيبه بفتح فيه فتحه كبيره من تحت وارفعه واحط فيه ثلاث طبات عشان ارفعه على مستوى السطح واحط طبع تحته كده فكره بسيطه احط طبع عشان لو في ميه زياده تنزل في الطبق وبعد كده استخدمها تاني شوف ازاي الفكره وازرع الشجره بتاعتي اللي بحط ايه بقى بحط كومبوست مع رمله الاول احط زلط الزلط ليه دي عشان الزلط ده عباره عن الفلتر الفلتر ايه بقى الميه الزياده تنزل يخليها تنزل ما تخزنش في الطرق ما تتخزنش تنزل تنزل في الطبقه اللي انا حاطه تحت ده واقوم واخد الطبقات اعيد استخدام الميه تاني وبعد كده يمكن في فكره الزراعه وفكره توفير الاحواض وزراعه الاسطح <applause> هيتوفر ليها خبراء ومتخصصين هيلجا ليهم آه الاهالي انهم يعملوا الخطوه الاولى معاهم يعني انا انا في حاجه انا قلتها يا ريت لو كان بس ان شاء الله يا ربنا يا رب يكرم الدوله وتهتم بيها انا عندي مؤسسات حكوميه عندي مدارس عندي مستشفيات صحيح. عندي مساجد عندي كنائس عندي الحاجات دي كلها يا ريت الدوله من خلال وزاره الزراعه تتبنى هذه الفكره ان كل جهه حكوميه يبقى فيها مهندس زراعي مدرب عنده خبره يزرع على السطح بتاع الجهه دي الحكوميه ويعود على المكان يبقى كده انا قدرت اخلي بالطريقه أصل دي السطح السطح فقط ولا كل ما توافر لهذه المكان المنشاه الحكوميه من مساحات يمكن استغلالها مش مش الحكوميه بصفه عامه ايوه لا مش مش شرط السطح البلكونات النوافذ كل ما كله بقى يتاح من المساحات المهم طالما في شمس طالما عندي شمس ما تدخل اصل النباتات دي الخضار والخضار بالاخص محتاج شمس لازم في شمس محتاج شمس طبعا الشمس تكون موجوده عشان يبقى لكن ما اقدرش ازرع في مكان في ظل اه طب والجزر اللي في الشوارع الجزيره اللي في الشارع والمساحات اللي ممكن نزرع فيها آه حاجات كتيره ممكن. قوي ليه بنعتمد بس فقط على نوعيه واحده من الاشجار اللي يمكن ما بنستفدش منها الا بتعمل ظل بس حضرتك انا كنت في غزلافيا تبع القوات الدوليه سنه 95 شفت العجب هناك شفت اشجار الفاكهه أيوة. المشمش والتفاح والحاجات بتاعتهم مزروع في الشوارع كنا بناكل فيها آه. في الشوارع نفسي نفسي اشوف دايما كده اقول لي ما ليه ما بنزرعش كل المساحات المتاحه لنا في الشوارع باشجار يعني مثمره يعني نستفيد منها قوي السلوك مم. هناك لو هناك يعني لو مش ما يقدرش يقطع شا... ما يقدرش يقطع اللي هو لكن هنا لي لو مزروع هتلاقي الاطفال وكل اللي رايح واللي جاي هيمسك الشجر يقطعه آه. ولا بتكلم ولا لا ويمكن لما يبقى لازم يكون في توعيه في توعيه ما توعية كل حاجه في الدنيا عايزه توعيه عايزه توعيه دايما نقول الوعي قبل السعي ايوه الوعي الوعي لازم قبل السعي وفي نفس الوقت لما يزداد الانتاج قوي ما فيش حد هيقطع حاجه تبقى يا متوفره او وفيره بشكل كبير وخليني ارجع لنقطه تاني قد ايه يعني ممكن يكون فكره الاحواض دي متوفره للناس سهله جدا مش شرط كمان انا عشان ازرع في احواض مش مش شرط احواض هم ايه؟ مش شرط انا هقول لك حاجه عارف حضرتك الكرتين اللي بتتباع مثلا اللي فيها الرنجه والحاجات دي مثلا اللي هي الـ الخشب بتاع الرنجه والحاجات دي مثلا ممكن اجيب بلاستيك وحط البلاستيك عليها واحط عليها شويه التربه دول ازرعهم اي حاجه تطلع أي العلب اللي هي موجوده اللي ما تترمي اي علب اي حاجه موجوده ممكن ازرعها مش شرط مش محتاجه تكاليف هي كل اللي هيعملها بس اول مره هيجيب يشتري التاوي وخلاص خلصنا على كده وبعد كده يعمل عمليه تكسر التاوي اللي هيزرع بيها ما هو ده برضه هيخلي فيه ما يسمى بقطاعات موازية، قطاعات خدمة موازية، ممكن تبقى أفراد يعملوا شركات أو يعملوا ممكن. مكاتب، فكرة إني عايز أعرف وأفهم وأدرك إزاي أتعامل مع الموضوعات دي، مع إزاي الأشجار في أشجار معينة عايز ازرعها فوق السطح مساحه التربه قد ايه الميه المستهلكه ايه نوعيه المياه اللي ممكن استخدمها هل ممكن استخدم من المخلفات ازاي من الميه اللي ممكن ما اكونش محتاجها في اي حاجه وممكن بنرميها في اي مكان هل ممكن نستفيد منها ولا لا بالنسبه للشجر مم. انا زي ما قلت لحضرتك انا بجيب برميل ساعة البرميل 200 لتر امم 200 لتر دول بسيب بس من البرميل حوالي من 10 ل 15 سم الجزء اللي فوق ده بسيبه فاضي عشان الميه اللي انا محطها للبرميل لكن بقيه المرميل اللي ما يبقى مزروع ومعمل وكمان كمان في حاجتين بعد عمليات الخدمه مهمه جدا زي التقليم لاني انا وانا بقلم نوع الشجره في عندي حاجه اسمها التقليم الراسي والتقليم الكاسي ايه نوع التقليم اللي انا مقلم بيه الشجر وبعد كده الموضوع الميه اللي انا بستخدمها الشجره في البرميل انا ممكن مديها قد في... ما تاخد من 10 ل 20 لتر في الاسبوع بس يعني لا تستهلك ماء كتير لا يعني. لا لا, لا ما بتستهلكش خالص خالص من 10 ل 20 لتر فقط لا غير وده غير كده في الشتاء ما بديهاش ميه يعني عن... بالظبط من 15 11 لحد 15 1 ما فيش ميه ما اعمل فيها عمليه خدمه بس فقط لا غير اللي هو التقليم واقلب التربه واحط التسميد بتاعي وخلاص خلصنا على كده طب يعني اكيد قدام حضرتك نماذج حقيقيه آآ آآ عملت المشروعات دي انا و... عامل الكلام ده من امتى انا عامله من زراعه الاسطح أيوة. عملتها من سنه 97 طيب ولحد دلوقتي انتشرت فين كتير قد ايه كان بعد ما نسمع م... اصل احنا يعني أنا فيه... من بعض الامور لما تبدا تبدا بحماس شديد وبعدين ما نلاقيش فيه متابعه في برج من, من او 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 في فكره اصرار من الناس على انها تنجح في الموضوع ده الا نادرا فقد ايه شفت يعني تعامل الناس مع زراعه الاسطح في ناس محبه لهذا الموضوع آه. يعني انا اعرف في برج جنبي بالظبط شفته بس انا عملت فيه شويه تعديلات طلعت لقيتهم عاملين تكعيبه عنب والعنب جايب انتاج ممتاز فوق السطح عنب بسم الله ما شاء الله اه يعني انا استغربت بس انا اديت لهم شويه يعني قلت لهم ايه ندعم الكلام ده تبقى نوعيات مختلفه غير الجناكليز مثلا اه, لا لا لا. آه وغير آه. غير يعني البناتي مثلا بم... بالظبط آه. نوعيات م... ثانيه مختلفه يعني اه ما هو انا هي... ما لك الفكره هنا بقى ايه اولا السطح آه مزروح بس آه التنسيق بتاعه ممكن احط شجره هنا ايه وهنا شجره ايه وهنا شجره, إيه وهنا شجرة إيه دي هنا بقى في يعني كانوا هم زارعين نباتات زينه قلت لهم خليتهم شالوا نباتات الزينه دي كلها، قلت لهم هتعملوا بيها ايه؟ بلاش فات نستفيد من حاجه تفيدكم. ما هي دي النقطه اللي بنقول عليها، ليه ما نزرعش دايما في الاماكن الفاضيه المتاحه لينا كده، زراعات مهمه وزراعات بتعود آآ آآ لينا بالفايده. ال 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 في البدايه زي ما قلت لحضرتك لازم انت تحب الشيء نفسه. اه. هي الزراعه، الزراعه عمرها ما كانت تعاقب ولا محتاجه تكنيك ولا محتاجه هندسه هي العمليه سهله جدا لو تفتكر حضرتك زمان قوي كان الفلاح يصحى مع صلاه الفجر ويروح الغيط دلوقتي فين الفلاح النهارده الفلاح ما يوم الساعه 12 فتلاقي عايزه يكو... انت حبك للشيء انا لسه من بدايه كلامي كنت بقوله لحضرتك ان النبات نفسه ك... زي زي طفل مين اللي يفهمه يفهمه المهندس الشاطر م. يشوف النبات ده محتاج ايه عايز محتاج عناصر غذائيه عايز ياكل او عايز يشرب زي الطفل ما حدش يحس بيه اللي غير امه طب ايه اهم النباتات واهم الاشجار يعني في ناس ممكن تسال عن السوداني وزراعه السوداني زراعه الدوم آه ال... الحاج... زراعه بعض الاشجار اللي ممكن بن... بنسال عنها في آه ايه اهم الاشجار اللي ممكن نزرعها عندنا في البيوت والزراعات في البيوت اه اه في ال... في الاسطح مثلا ايوه عندك المشمش مم. الخوخ البرقوق المانجا الكيت أصناف قزمية، أنا بتكلم كل ده اللي بكلمك عليه أصناف قزمية، لأن في أصناف طلعت دلوقتي ما تتعداش المتر ونص. ده حتى في المانجا ممكن في أشجار قزمية أشجار, أشجار قصيرة جداً اه ما هي اسمها أج... اسمها أشجار قزمية. آه. ما بتعداش ارتفاعها متر ونص ومداخل إنتاج حلو قوي. العنب ال ال شجر البرتقال لا والعنب بتكعيبة كمان هي دايما تكعيبه العنب آه. تكعيبه حلوه كمان وبتعمل يعني منظر جميل بالنسبه للناس لسه عامل السنه دي تكعيبه عنب آه التكعيبه دي عباره عن اربع شجرات شجره هناك وشجره هنا وشجره آه. هنا وشجره هنا م. دي لسه مزروعه السنه دي لان بتبقى تكعيبه شجره في في بتتسلق على ال على, على التكعيبه نفسها على الخشب اللي بيتعمل او على الجدران على, على الجدران نفسها كمان آه. هو في عمدان خشب كده في اربع عمدان والتكعيبه دي معموله خشب من فوق والاربع شجرات بيطلعوا باشمهندس محمود باشمهندس زراعي محمود عبد العزيز بشكرك شكرا جزيلا وحقيقي ودايما الافكار الجميله دي اللي بتت بتتجه دائما في تتجه للبناء وتتجه في المشاركه في النجاح وفي هذه الاتجاهات المهمه جدا للنهوض بمصر دايما بنثمن هذه الابحاث ونقف امامها دائما بعين الاعتبار بشكرك شكرا جزيلا الله يخليك بارك الله فيك إن شاء الله فرصة سعيدة إن شاء, إن شاء الله. الله وتكون إن شاء الله في مرات قادمة معاكم إن, إن شاء الله بامر ربنا الله. إن شاء الله زملاء المشاهدين سعدنا بكم دائما ونسعد بكم دائما حينما نقدم هذه الأفكار حينما نقدم هذه المشاريع المهمة في حياة المصريين تصبحوا على ألف خير إلى اللقاء.